المدير الفني لبترو اتلتيكو الانجولي بيقول ان الزمالك فريق مميز ويضم خط هجوم عالي. وصف خط هجوم نادي الزمالك ان هو بيلعب بطريقه اوروبيه او طراز اوروبي، يعني نادي الزمالك عنده خط هجوم طريقته طريقه اوروبيه، وان هو متخوف جدا من خط هجوم نادي الزمالك اللي وصف ان هو فريق هجومي وان هو بيلعب بشكل رائع جدا. وقال ان هو ما يقدرش ان هو يحدد لاعب مميز بعينه في نادي الزمالك، ولكن في المناطق الهجوميه بصفه عامه اكتشف ان هناك لاعبين جيدين جدا في نادي الزمالك، وقال ان عدم فوز نادي الزمالك في الماتشين اللي فاتوا هيخليه يدخل اللقاء بهدف الفوز، وسوف نسعى لاستغلال هذه النقطه لصالحنا. يعني هو عايز يلعب على ان نادي الزمالك يبقى عنده مساحات في الخلف ويلعب عليها خلال هذه المواجهه، وممكن يقول او بيقول يعني ان جماهير نادي الزمالك قد تكون في لحظه من لحظات المباراه اشبه بنقطه سلبيه مش في صالح الفريق الابيض. هو قال كده، قال ان هيبقى ده عنصر ضغط على لاعبي نادي الزمالك ان هم بيلعبوا وسط جماهيرهم، ولو الفوز اتاخر في مباراه بكره هيبقوا عامل سلبي وضغط على لاعبي نادي الزمالك. هو هنا اشار لنقطه مهمه جدا وغششنا حاجه مهمه جدا عايز اقولها للجماهير اللي هتحضر بكره المباراه. الجول بيجي في ثانيه. الجول بيجي في ثانيه، حتى لو الجول اتاخر ده لا يمثل ضغط على لاعبي نادي الزمالك، لان نادي الزمالك ممكن ان يحرز هدف في اخر دقيقه. في ماتش الداخليه شفنا، في ماتش حرس الحدود شفنا، نادي الزمالك بيقدر يعمل ده حتى الرمق الاخير، وكلنا ثقه في لاعيبه نادي الزمالك، فان شاء الله الجمهور مش هيبقى عامل سلبي على لاعبي نادي الزمالك بكره ان شاء الله.